السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنت ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال. بغيت نشارك معكم هاد السلطه اللي كتجي راقيه وزوينه بزاف وكتجي شكل طاخت زوينه للمناسبات او للضيوف. كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمكونات كنحتاج ارز، كل واحد كيستعمل الكميه اللي بغا، كذلك تقريبا 5 حبات كبيرة من الباربا أو الشمندر، 4 حبات من الجزر، 2 حبات خيار اللي قشرتها وحيت لي هذيك الزريعة اللي فيها الداخل. كنحتاج أيضا بطاطس، ذرة، وكذلك نحتاج جبن اللي سبق لي حكيته من قبل، وأيضا طن. استعملت 2 ديال العلب، واخر حاجه مايونيز. اول حاجه غادي نحضر مايونيز، كنحتاج علبه ديال المايونيز و3 ملاعق من الزيت المائده، اللي بغى يعوضها بزيت العود يستعملها، و2.5 ملعقة من الماء، وكذلك غنحتاج القليل من الملح، القليل من الابزار، والقليل من البقدونس المجفف. اول حاجه غادي نخوي المايونيز في الزلافه، من بعد غادي نضيف لها الابزار والملح والبقدونس وكذلك الزيت والماء، ونخلط جميع العناصر. من بعد غادي نملاها في كيس بلاستيكي باش تجيني سهله الاستعمال. صراحه هاد المايونيز مع هاد الاضافات اللي كنضيف لها كتجي لذيذه وزوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها، ويمكن لكم تستعملوها في جميع انواع السلطات. من بعد ما حضرت سلطه المايونيز، الان كناخذ الارز، كنضيف ليه الطون وكذلك 1/2 كميه ديال الذره وايضا مايونيز، وكنخلط جميع المكونات. الان كناخذ الحكاكه وغادي نحك فيها الجزر وكذلك البطاطس والباربا والخيار. بالنسبه اللي بغى يضيف شيء اخر او اللي بغى ينقص، لكم الاختيار، يعني كل وحده كتستعمل داكشي المتوفر عندها في المنزل. الان خديت الطبسيل اللي غادي ندير فيه السلطه، خديت السيركل. اول حاجه غادي نديرها هي الارز، كنديرو كطبقه اولى وكنحاول نضغط بالملعقه مزيان وكنحاول نقادو. الان كنوضع الباربا وكنحاول حتى هي نقدها مزيان فوق طبقات الارز، وبين كل طبقه وطبقه كندير صلصه المايونيز. الان غادي ندير البطاطس، وبنفس الطريقه كنقدها مزيان وكنضغط عليها بالملعقه وغندير عليها حتى هي صلصه المايونيز. والطبقه الرابعه غتكون هي ديال الجزر. بالنسبه للخيار، انا ما غاديش نديرو يعني طبقه كلها، غادي ندير غير الجوانب
كما كتشاهدوا، وفي الوسط كندير الذرة، وايضا فوق الخيار غادي ندير الجبن محكوك. والتزيين كيبقى اختياري، كل واحدة كتزين بالطريقة اللي كتبغي هي. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه، كنتمنى انها تنال اعجابكم. صراحه كتجي لذيذه بزاف وزوينه، اي واحد كلها الا وعجباتو. كنتمنى انكم حتى نتوما تجربوها لانها لذيذه بزاف وتستحق التجربه. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.